قال الإمام العسكري عليه السلام: من الفواقر التي تقسم الظهر جار إن رأى حسنة أخفاها، وإن رأى سيئة أفشاها. خصلتان ليس فوقهما شيء: الإيمان بالله ونفع الإخوان. من وعظ أخاه سرا فقد زان، ومن وعظه علانية فقد شان. لا تكرم الرجل بما يشق عليه، من مدح غير المستحق فقد قام مقام المتهم.